اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا عفوك رضاك وحسنك يا رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي المال الاعلى الى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، يصلح لكم بالكم، كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله نكمل خطبه العيد، يعني ايام التشريق الثلاثه اللي هي خلاص الحجه اخر يوم بقى، رمي الجمرات وبعد كده حجه الوداع بقى، وبعد كده الحج انتهى اصلا. يبقى ايام الايام التشريق الثلاثه قال الله تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. مش حجات بقى اقول خلاص لازم احافظ على الحج، ما اشتمش حد، ما اغلطش على، يعني احافظ على هالحج بتاعي، لان ده يعني اركان الاسلام. حسن الختام يعني: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت حجة الوداع، خطبة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وخطب فيها وخطبة مطولة، يعني قعد يخطب يعني ما شاء الله، لما ورفع ايده وقعد يدعي سبحان الله، والعباءة نزلت من على الكتف، وابو بكر حطها له يعني من كتر الكلام من كتر الأدعية سبحان الله، مبقاش حاسس بالعباية نزلت الإحرام اللي هو ملابس الإحرام من على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش العباية يعني اللي هو الإحرام. اللهم صل وسلم وبارك. قال له: ارفق بنفسك يا رسول الله، يعني ربنا هو عالم بقلبك وعالم بيه. قعد يدعي وقعد يقول الأول خطبة، قعد يخطب: إياكم النساء، إياكم النساء، وقعد يستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان لكم. يعني النساء وما أدراك من النساء، أمك، أختك، بنتك، في الشارع، في كل مكان، كلهم أخواتك وكلهم أولادك وكلهم أمهات المؤمنين، يعني أمهاتنا، يعني أي أم، بس مش أي أم كده، لا، الأم الطيبة، الأم اللي هي بتعلم ولادها الطيب وتعلم ولادها الحسنات وتبعد عنهم السيئات، مش أي أم وخلاص، الأم الصالحة، الأم الطيبة. وندعي الأمهات الأخروات يهديهم ويبارك فيهم، يهدهم للطاعة ويهدهم للصلاة في أوقاتها، لأن اللي بيصلي عمره ما يعمل معاصي، يبقى خايف ربنا يقول اتقوا الله، يعني ربنا يشوف سبحان الله في آخر الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني تعجل يعني ما بيطلعوا في شركات أو يطلعوا في طوائف أو بيطلعوا كل واحد خلاص بيرمي رمية الجمرة العقبة الأولى الكبرى يوم العيد، والتانية خلاص كل واحدة بسبع حصيات، يعني أول يوم وتاني يوم خلاص عاوز يسافر بقى تالت يوم، يروح يطوف طواف الوداع ويذهب بقى، يعني يبقى آخر عهده بالبيت الطواف. يا اخي خلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني خلوا اخر حاجه الطواف، طواف الوداع. يعني ما الواحد بيطوف كده وبيودع الحجر الكعبه يقول اللهم لا وداعا، اللهم لا وداع، مش هقول لي خلاص يعني، لا، اللي بيروح مره عاوز يتنه على طول مستمرار الى يوم الدين، يعني لان الكعبه تشهد له يوم القيامه، تقول له يا ربي كل ما يقول لها، يعني الكعبه هتجي عروس يوم القيامه ولها يعني لسان ولها عين، ربنا هيخليها تتكلم وتنطق سبحان الله، يقول لها يا كعبه، تقول له نعم يا رب، لبيك يا ربي، يقول لها ادخلي الجنه انت ومن طاف حولك. قالت له: وعزتك وجلالك لا ندخل الجنه، لا ادخل الجنه حتى اللي كانوا نفسهم يطوفوا يجوا ما جوش، يعني حبسهم العذر، لا ادخل يعني ادخل الجنه انت وكل من وراك، كل من يعني اللي كل نيته الحج يدخل وراك. الله، يعني شوف حتى الكعب الجماد ربنا خلق له اللسان يتكلم سبحان الله، يقول يعني يوم القيامه تبقى عروس كده لابسه في احسن الملابس زي بنشوفها كده في الدنيا، لا في الاخره اجمل واجمل. الكعبة بيت الله العتيق، وما أدرك بيت الله العتيق، فيه يعتق الرقاب، وفيه الذنوب تذاب، المذاب يعني إيه المذاب؟ يعني بتنزل الذنوب، فيه العبارات يعني كل العبارات بتنزل الدموع، يقول له: وأنت بتبكي يا عمر؟ قال له: هنا بتبكي، تنزل العبارات كل الذنوب سبحان الله.
يعني ليه ما نتحصرش ونبكي اما نشوف الكعبه مش نقلب ونقول لا، لازم نشوفه ونبص على الشاشه ونقول يا ربي منعنا المانع او منعنا العذر او منعنا حابس، انت يا رب تقبلنا في الطائفين والعاكفين والركع السجود في كل حاجه. وعليكم السلام. بارك الله في الاستاذ كمال الصحه وبالهم يا رب، استر وارضى عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يبقى الكعبه وجمال الكعبه، يعني لما بتكلم على الكعبه والرسول والدين ببكي. ربنا يصلح لكم وبالهم. يا ام يوم العيد رايت رؤيا ان انا اقرا قد اتيت سؤال سؤالك يا موسى قال سلام ما شاء الله. يعني انت بتضحي بقى، لازم تضحي. لقد أتيت سؤالك يا موسى، يعني أجيب، يعني ربنا يعني أتيت سؤالك يا موسى، يعني أنا جاوبت لك السؤال. يعني إيه أنت بقى بتضحي؟ لازم تضحي، بتعملي الخيرات تكملي وربنا يكرمك إن شاء الله. يعني أنت بتقرأي القرآن، ما فيش أجمل من القرآن ولا تفسير القرآن. يعني لقد أتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني العبر القصص بتاعت سيدنا موسى. ربنا يكرمك يا رب حبيبتنا الأستاذة أم محمد، وتنيك على الخيرات، لأن ربنا بيحب اللي بيقرأ قرآن هو في المنام دي، يعني ربنا بيكرمه وبيحبه. يعني ما فيش أفضل من قراءة القرآن في المنام والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم القيامة الكعبة تجي عروس يوم القيامة، ربنا يعمل لها لسان وعينين، وهتبقى في أحسن مما كانت في الدنيا. شوف احنا بننظر إليها في التلفزيون ونبص إليها في التلفزيون بالعربي بالإنجليزي تلفزيون، واتش أون تلفزيون. اللهم صل على حبيب عشان بيتابعوني بالإنجليزي. الله الله على الورد الجميل. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب صل على الحبيب صلاه دائمه متواصله يعني متواصله لا تنقطع ولا تنتهي ابدا بدوام الله. صلاه على الحبيب لا تنقطع ولا تنتهي ابدا بدوام الله. الله الله على الورد الجميل واصحاب الورد الجميل، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم عليكم يا رب وفي حالكم. حلمت شعرها طويل، ده الخير بقى ربنا خير جاي لك بقى ما شاء الله يغريك. يا الله وطلعت ادي للناس عشان ربنا يديك كمان وكمان ان شاء الله الخير جاي لك. ابشري ربنا يصلح لك وبال ورد من الامارات الامارات كمان يا الدكتور حبيبنا الدكتور احمد تابعنا على طول. ربنا يكرمك يا رب. يا رب الامارات اهلا اهلا يا حبيبتي، ربنا يصلح حالك وبال. يا هلا يكرمكم. الله الله على الورد الجميل. الامارات واصحاب الامارات كلهم واللي لا كلهم يا رب ما شاء الله على الدعوات الجميله. يبقى انا فداء للعيون الحج لعيونك الحلو. الله يخليك. ربنا يسلمك يا ابني، ربنا يبارك لك. الله 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 ربنا يبارك لكم، ربنا يكبر خاطركم ويصلح حالكم. يديكم الخير وخير منه. الامارات بيعيدوا عليكم والسعوديه عيد عليكم والعالم كله بيعيد، ربنا يصلح حالكم. بالورد والحاجات الحلوه. ربنا يكبر خاطركم. يبقى ايام التشريق الثلاثه يعني اول يوم العيد وتاني يوم العيد. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، يعني ما فيش حاجه عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. كل عام وحضرتكم بخير وطيبين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يكبر خاطركم. يا الله على الله. يبقى ايام التشريق كده انتهى. ربنا يبارك لكم. يعني كان امس العيد والنهارده يعني برمي الجمرات اول يوم وتاني يوم، بعد كده بقى اللي فاضل لبكره اللي عاوز يعني. فمن تعجل فلا اثم ومن تاخر فلا اثم عليه، هما في يومين. والى افضل ثلاث ايام المبيت في منى لازم يعني نبي، بس ايه حسب بقى له يا رب. ثلاث ايام التشريق في منى وبعد كده بات يا رب. طواف الوداع وما ادراك ما الوداع، وش اللي بيودع بقى يقول خلاص لا، يقول اللهم وداعا لا وداع، يبقى عودا يا رب. اللهم وداعا لا وداع، وانا بطوف حول الكعبه طواف الوداع يعني ببكي الدموع تنزل كده لوحدي، اقول له يا ربي. وبقيت ماشيه كده بظهري يعني مش عارفه كهكره يعني مش لاني يعني وشي تنه في الكعبه لحد ما طلعت للاخر مش شايفه يعني من كتر الدموع من كتر يعني عاوزه تنيني في البيت الحرام وتنيني في الكعبه المشرفه. نقول اللهم وداعا لا وداع، عودا حميدا يا رب الى يوم الدين الى يوم القيامه، حتى لو احنا ميتين تخصص لنا ملائكه تحجني
مش نقول خلاص انت، لا يا رب انت اللي تعمل لنا الخيرات كلها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب الامان ظلما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. الله عندي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى يوم الدين. يبقى كده الحج انتهى، الحج يعني سبحان الله يعني في ثانية وانتهى، وكله بينتهى والدنيا كلها بتنتهي والعمر بينتهي ونلقى الله على خير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ما ربك بتظلم للعبيد. يعني أيام العيد نفرح أهالينا ونفرح كل المسلمين، واللي في قلبه سيئة للجميع فيصفح، يبدأ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. مش أي حد بيعفي، يعني لو حد عمل حاجة جديدة أو يعني اتكلم في حاجات تانية في العرض اتكلم إزاي هتسامحه؟ قال بقى يعني سبحان الله، أو القتل أو الحاجة دي، لا دي حاجات تانية. ربنا بيقول يعني بيعفي، ربنا بيعفي بينك وبينه إلا العباد، إلا حقوق العباد. حقوق العباد ديت بتخلص، لازم ان كان لاخيك مظلمه فليتحلله في هذا اليوم، فليس هنا دينار ولا درهم، انما بالحسنات والسيئات. اللي عنده بقى مظلمه لاخيه يا ريت وهو حي يروح يسامحه، او يقول له سامحني يا اخويا او يا اختي او كده. ما رضاش بقى يسامحه خلاص، هو اللي يشيل الذنب ويشيل الوزر يوم القيامه ياخد حسناته. فاذا فنيت حسناته يقول يا ملائكتي شوف لهم عمل، يعني حتى العمل خذوا من سيئاتي على سيئاته حتى يترك في النار ويطرحوه في النار والعياذ بالله. يبقى يوم العيد نعيد ونفرح، الكعبه هتيجي يوم القيامه فرحانه ومسروره، وربنا يجعل لها لسان وشفتين وتتكلم يا ربي. ادخل يقول لها يا كعبه، تقول له لبيك يا ربي، ادخل من يعني يقول لها ادخل الجنه انت ومن ورائك وكل الطائفين والعاكفين كل اللي يعني اللي حول. قالت له عزتي وجلالك، وعزتك وجلالك، يعني وعزتك يا ربي بتقسم على الله سبحان الله، وعزتك وجلال. لا ادخل الجنه حتى كل من يعني من يعني نفسه يطوف حوالي او يجي ومنعه المانع او منعه الحبس او منعه العذر، يقول لها يا ما يا كعبته طوف ادخل الجنه انت وكل من يعني حبسهم العذر وكل من كان نيته يحج وما حبسهم العذر. تقول لي يا سبحان الله، تدخل الجنه بقى فرحانه عروس، يعني ربنا يجعلها احسن مما كانت في الدنيا واجمل مما كانت في الدنيا. شوف بقى ما ننظر للكعبه جمال الدنيا، شوف الله على الاخره وجمال الاخره. لازم نخلي قلبنا متعلق بربنا، نخلي قلبنا متعلق بربنا وبالاخره، فالاخره والاخره خير الا من اتقى ولا تظلمون فتيلة. الدنيا ظلم والدنيا قتل والدنيا غم والدنيا هم، بس اللي عاوز يعد بسلام بيعد. اعف عن من ظلمه، يعني يقول له انت واخوك، يقول له ازاي؟ قال له اعف عنه وتدخل به الجنه. يقول له يا رب اعف ازاي؟ تعامل له، قال له اعف عن اخيك عشان تدخل بايده الجنه. يعني شوف الظلم، يعني لازم نعفو عن بعض. اللي قادر يعفي دلوقتي بدل ما ياخد من الحسنات بتاعتك وما بقاش لك ولا حسنه وتدخل النار. يقول لي تقول يا ليتني كنت ترابا، تبقى زي تقول تراب يعني. شوف الكفار يقول يا ليتني كنت ترابا، ولا كانش شوف اليوم دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يكرمنا بالكعبه وجمالها وجمال الحرم. احب اجلس انا ما بتفرج بس على التلفزيون، ايام واتشك تلفزيون، يعني بقعد اتفرج على الكعبه ما بقاش عاوز انزل اتعني عيني عليه. وتطلبي وانت ما تشوفها في التلفزيون تطلبي، لان الدعاء مستجاب. يعني دلوقتي انت شايفاها لازم نطلب وندعي، ربنا يكرمنا، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. يا حبيت بس اتكلم عن ايام التشريق الثلاثه، لان وبعد كده طواف الوداع. يعني الواحد بقى ما يجي يودع، يعني في طواف الوداع بقيت امشي بظهري واشاور لها وبقيت احبها واقول يا رب عودا عودا حميدا يا رب. اللهم وداع لا وداع، وداع لا وداع، يعني بودع بس مش عاوزه اودع، عاوزه اكرر مرات ومرات الى يوم القيامه. يعني تقول اللهم وداع لا وداع، يعني واتشاور بايدين ونرجع يعني كهكار سبحان الله. مقام ابراهيم ما شاء الله، ربنا يصلح، وحجر اسماعيل كل حاجه سبحان الله. يعني
شوفي السيدة هاجر صبرت ونالت، صبرت ونالت، هي أمنا المصرية، أمنا هاجر يعني من مصر جاي، سبحان الله ربنا عمل لها إيه عشان يبقى إسماعيل وإبراهيم دي كله، سبحان الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اجعل يعني سبحان الله رفع ايده لما ودهم في الصحراء، سبحان الله بقيت يعني نتامل في مخلوقات الله، دي من مخلوقات الله سبحان الله، انظروا انظروا في ملكوت السماوات والارض سبحان الله، الايات والقران كله سبحان الله مواعظ وعبر سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، حلو كلامك استاذه بطه، الله يوفقك الدنيا واخره، نحن واياك يا حبيبتي، ربنا يصلح لكم، يعني سبحان الله ربنا اللي بيخلينا ننطق، هو اللي يعني هو الميعاد بتاع ربنا هو اللي بيخلينا ننطق، لان يعني الكلام من القلب طالع للرب سبحان الله. وكمان لما يدعي بقى الواحد تعرف يا ربنا يقول كن عبدا من ربانيا، يا عبدي كن لي انا، يعني انا خلقتك للعباده فلا تتعب، انا خلقتك للعباده فلا تشقى ولا تتعب، رزقك جاي لك، يعني قال له الرسول ربنا قال له وامر اهلك، ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم في سوره طه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، يعني احنا ما بنسالش الرزق، الرزق دي بتاع ربنا، ربنا خلقنا العباد يقول يا عباد انا خلقتكم العباده فلا تتعب فلا تمل، ده صلاه بتاخد دقيقتين ثلاثه في الصلاه، يعني الواحد ما تتوضى وتبقى على طهاره ويبقى عنك الوباء وكل حاجه وحشه وجميع الامراض بالوضوء، الوضوء دي بيطلع جميع الميكروبات والفيروسات والجراثيم وكل حاجه، وكل حاجه وحشه بتطلع من سبحان الله في الوضوء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني بيغفر ذنوبك حتى اخر قطره من الماء، يعني الذنوب الوضوء بيغفر الذنوب، اما تتوضى بقى تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني التوابين اللي بيتوب على طول، المتطهرين الطهاره والنقاء، يعني الوضوء من الوضاءه والجمال والنقاء سبحان الله، الوضوء بنغسل اعضاء مخصوصه من اليدين والرجل وكل حاجه سبحان الله، يعني كل حاجه ربنا ذكرها في القران، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ندعي لامان بفك الكرب وديك، اللهم فك عن استاذتنا استاذه امان الكرب كربها وديها يا رب العالمين، اللهم فك عنها الكرب وديك يا رب العالمين وجميع المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم فك عنها يا رب العالمين، واشفي الاستاذه واشفي ماما ندى يا رب وام الدكتور احمد يا رب اصلح حالها وبالها وجميع المسلمين اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول. شوفي يعني اتكلمت بس ايام التشريق دخلت في ايه، في الكعبه ودخلت في طواف وطواف الوداع، وكمان بقى زياره الحبيب النبي، في ناس ما بتروحش، بس ازاي نبقى بعد اتمامنا الحج، ومن اللي قال لنا على حج، ومن اللي قال لنا على مناسك الحج، من اللي علمنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ربنا سبحانه وتعالى، ما هو سيدنا الحبيب دلنا على ربنا سبحان الله، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها النبي، يعني قول كذا، يعني ما عمره ما قال يا محمد ابدا، ولا قال يقول يا موسى يا نوح يا يعني سبحان الله، لكن يا عيسى اني متوفيك ورافعك مطهرك الى وجه، يا سبحان الله، لكن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم له شيء، يعني له كرامه وله عز، كل الانبياء يعني لهم المعجزات، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال انا سيد الاولين والاخرين ولا فخر، انا خاتم النبيين ولا فخر، الله ليه ما نصليش عليه، وما خلصنا الحج ليه ما نروحش نسلم عليه، لازم نروح نسلم على الحبيب، يقول الشركة أو كده، لا هم اللي بيشيلوا إزاي، أنت لازم أروح أصلي أسلم على حبيبي، تبس ما أدخل المدينة، اللهم أدرك من المدينة، فهنورنا أحمد محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، المدينة كل الطيبة فيها كل العز والكرامة، يعني المدينة جنة، جنة الدنيا وجنة آخرة، المدينة مدينة رسول الله طيبة طيبة المطيبة المكرمة، لها دار الإيمان دار التوحيد لها كذا، يعني اللي هي في سورة الحشر، يعني سورة الفقراء الذين سبحان الله لما دخلوا وأكلهم سبحان الله، يعني سبحان الله المدينة وما أدراك ما المدينة، لازم نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويروح يعني اليوم بعد الحج بقى خلاص وطواف الوداع اخر حاجه، خلي اخر عهدكم بالبيت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخر عهدكم بالبيت، يعني اخر عهدنا بالكعبه، ونطلع بقى نكون مجهزين حاجتنا ونطلع، يا اما نروح لاهلنا بقى ونروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او اللي راح للرسول الاول يبقى حظه يروح على البيت بقى يدخل البركات بتاعت الحج البيت، يدخل يعني كل يعني. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيروح يسلم على حج او بيسلم عليه يقول له يعني رب انت وللحاج، يعني ربنا غفر له يعني لمن كان الحاج اللي ذريه اللي بيسلم عليه، سبحان الله، يعني ربنا غافر للحج ولمن دعا له الحج، يعني اللي بيدعي او انت ما تروح الواحد يروح يسلم على الحجاج او المعتمرين ربنا بيغفر لي ذنوبي بسبب رحت سلمت عليهم. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد دخل المدينه وصاحب من صاحب او كان في الحرب وبعدين ما استحملش يعني حط السلاح ايده انقطعت، يعني وهو بيحارب ايده انقطعت ما استحملش، راح جايب راح حاطط السلاح في الارض، الرسول قال لهم دي من اصحاب النار، اللي زي رسول الله تبي حارب وحارب معانا، قال لهم هذا من اصحاب النار، مش وراه حط السيف في الارض وراح متك على بطنه راح ميت، قال لهم قالوا صدقت يا رسول الله. شفت بقى واحد تاني بقى ايده اتقطعت ومات دخل الجنه، لما راح المدينه الرسول ده يعني فرح صاحب الايد المقطوعه دي، فرح لما دخل لرسول الله وقال انا رايح اسلم على الحبيب وقعد هناك في المدينه مات، جاله في المنام لصاحبه بيقول له كيف حالك بربنا؟ قال له في احسن حال، قال انت ما شاء الله نور كده، قال له ربنا غفر لي بسبب مجيئي لحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا غفر لي بمجيء لحبيبي، لما انا جيت للحبيب ربنا غفر لي ذنوبه. قال له طب وايدك ديت؟ ايده متغطيه بقى بقماش ابيض كده، ما هو كله ابيض فابيض. قال له راح الرسول راح قال للرسول بقى قال له وليديه فاغفر يا رب، لما شاف الحلم بقى صاحبه وراح قال له يا رسول الله انا شفت كذا كذا، شفت بيقول ان ربنا غفر لي لما دخلت المدينه وقعدت في المدينه وسلمت على حبيبي. قال له ايده؟ قال له وليديه فاغفر يا رب، يعني ايده كمان اعدلها له كمان رجعها زي ما كانت. سبحان الله اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي المال الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وكل حين وزمان ومكان، اللهم صل وسلم وبارك قفلت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، بارك الله فيك يا حبيبتي واسترك وارضى عنك وفرحك الاستاذ كمال وبارك فيه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، يا رب لا تحرمنا من ارض الحبيب ولا من الكعبه المشرفه، اللهم ادمنا في مكه والمدينه جرنبينا وجعلنا في المقام الامين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، بارك الله فيكم جميعا وحسن استماعك. انا حبيت بس اتكلم عن ايام التشريق وطواف الوداع لان اخر حاجه في الحج بقى، سبحان الله ربنا يكرمنا جميعا ويصلح لكم بالكم، انا لما بكلم عن رسول الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ببكي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، بارك الله فيكم جميعا ويصلح لكم بالكم يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم يفرح ويسر لكم الامر يا رب، يصلح لكم بالكم وبارك فيك يا حبيبتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولنا لقاء اخر
حبيبي في الأولين وفي الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.